ملتقى تراثنا 2030، مبادرة الأستاذة نورة هرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نتواجد أمام أكبر مطعم بالمملكة العربية السعودية، هو مطعم القرية الشعبية في الواجهة البحرية في الدمام بالمملكة العربية السعودية. هذا المطعم الضخم الكبير ما شاء الله تبارك الله استوحى فكرته من الطراز البيوت القديمة. شوفوا الأبراج هذه زي البيوت أو الحصون أو القلاع القديمة. هذا المطعم إن شاء الله حسب المعلومات التي وصلتنا أنه خلال شهرين تقريبا إلى 3 أشهر سيكون جاهز بإذن الله تعالى. طبعا هذا المطعم يضم متحف ويضم مطعم وأكلات شعبية قديمة. طبعا أي زائر يصل إلى المملكة العربية السعودية أو من داخل المملكة العربية السعودية أنصحه أنه يزور هذا المطعم ويستمتع بأكله الخاص والمذاق الشعبي. طبعا نتوقف هنا لأنه المطعم هذا هو من الداخل، ما ودنا نتعمق أكثر حتى يكون المطعم جاهز خلال الفترة القادمة. وهذا المطعم من الداخل، وقت ممتع لكل زائر إلى مطعم القرية الشعبية. شكرا لكم وفي أمان الله.